لما نسمع التصريحات وبصفة خاصة من طرف الناس اللي يمارسوا مسؤولية بلادهم قربا من الجزائر، والتشاؤم حول مستقبل الجزائر، لأن الاستعمار ما زال موجود، المخلفات نتاع الاستعمار ما زالت موجودة، والأفكار نتاع الاستعمار باش الجزائر تبقى تحت الوصاية ما زالت موجودة. لما نسمع تصريحات من طرف بعض المسؤولين في فرنسا، احنا في البداية لما قمنا بالثورة فرقنا ما بين الشعب الفرنساوي والاستعمار الفرنساوي، واليوم أيضا نفرق ما بين البقايا تاع الاستعمار الفرنساوي وما بين الشعب الفرنساوي. لما نسمع هذه التصريحات وهذه التشكيكات في المسار تاع الجزائر، ويقولوا حتى الانعكاس على الشعب الفرنساوي كما الانعكاس في سنة 1958 لما تحت الجمهورية الرابعة، لما المشاكل يقول تاع الجزائر تنعكس على فرنسا، حقيقة في سنة 58 تحت الجمهورية الرابعة، ولكن تحت من خلال النضال والكفاح الشعب الجزائري والثورة المجيدة، موش فقط الجمهورية الرابعة اللي تحت، ست حكومات مدة 7 سنوات ونصف اللي تحت من أجل القضية الجزائرية، لأن الكفاح نتاعنا ما كانش كفاح الاستعمار كما في الشعوب اللي كانت مستعمرة، الاستعمار نتاعنا كما دائما نقوله ونذكره هو استعمار استيطاني، استعمار إبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب آخر أوروبي ومسيحي، هذا هو الهدف نتاع الاستعمار الجزائري.